حول الموضوع تنضم لنا عبر الهاتف من الجزائر العاصمة الأستاذة ماليا أبو زيد، أستاذة القانون ومتخصصة في قضايا الإرهاب. سيدة ماليا مساء الخير، أهلا بك معنا. هذا الحكم، هذه العقوبة التي طالت هذا المتطرف في مالي، إلى أي مدى تثبت بأن القانون سيطال الإرهابيين حتى لو بعد حين؟ طبعا أهلا بك، أهلا بك سيدتي، نعم. سعيدة معكم أنا اليوم. أعلق على الموضوع الحالي فيما يخص الحكم المتعلق بالإرهابي الذي قام بتهديم الأضرحة في مالي، والحكم الذي قضى عليه بمليونين وفاصل 7 مليون أورو. أعتبر أن الحكم من ناحية القانونية مقصر جدا، لأنه الفعل بحد ذاته يعتبر أخطر من هذا، لأنه هو تحطيم للحضارة، تحطيم لأشياء مهمة في دولة مالي وكذلك في دول العالم بصورة عامة. إذن قضية مليونين وسبعة ربما لا تعوض الأضرحة ولا تعوض الشعب المالي عن هذه الخسارة الكبيرة. طيب سيدة ماليا، لكن دعيني أعود بك إلى النقطة التي طرحتها في البداية، وهي أنه هذه العقوبة وهذا الحكم يعني يعطي حتى أمل بأنه العقوبة ستنال الإرهابيين حتى لو بعد حين، حتى لو لم يعاقب الإرهابي ومن يدمر الحضارة ويدمر الإرث الحضاري ويسلب هذا الإرث، ممكن أن يعاقب حتى لو بعد فترة طويلة. صحيح أن المحكمة الجنائية ربما قد تطال كل الإرهابيين الذين أحدثوا الرعب في العالم وقاموا بقتل الأرواح وتحطيم معنويات الشعوب وتدميرها، ولكن إلى متى؟ يعني هل يمكن أن يكون ذلك قريبا أم يكون بعيد المنال إلى آخره؟ إذا نحن القانونيين نتمنى من المحكمة الجنائية الدولية أن تشكل هيئة خاصة مختصة في قضايا الإرهاب، وتشكل فريق من الضبطية التي تتابع الجرائم الإرهابية في كل بلدان العالم، لأنه فعلا هذه الجرائم أصبحت تضر بالإنسانية وأصبحت تعمل على تحطيم الشعوب جزءا جزءا وشعبا شعبا. فحطمت الشعب السوري، حطمت الشعب الليبي، الآن تحطم الشعب اليمني، وحطمت مجموعة كبيرة من الشعوب، وأصبحت أفعالها قد تطغى على تعمل على تدمير الإنسانية ككل. لهذا أرجو من المحكمة الجنائية الدولية وكل الدول التي هي عضو في هذه المحكمة الجنائية الدولية أن تعمل على تشديد والعمل على الوصول إلى معاقبة هؤلاء. هذا الرجاء سيدة ماليا كيف يمكن أن يترجم فعلا على أرض الواقع؟ كيف يمكن فعلا أن يتم تخصيص هيئة من المحكمة الجنائية الدولية لمراقبة جرائم الإرهاب وربما إصدار أحكام على الإرهابيين؟ كيف يمكن ذلك؟ يتم بالتعاون مع بعض الأنظمة الحاكمة في الدول العربية، لأن هناك بعض الدول الحاكمة في الأنظمة العربية وفي الساحل الأفريقي تعمل مباشرة مع المسؤولين على التنظيمات الإرهابية في هذه البلدان. فنتمنى أن هؤلاء الحكام ينظرون إلى ما يحدث لهذه الشعوب ويمتنعون ويعملون على الإسراع في محاكمة هؤلاء. نعم. طيب سيدة ماليا، اعتبرتي بأن هذه العقوبة التي تم إصدارها بأنه قليلة في نظرك بالنسبة لما قام به من تدمير للأثار وللحضارة، 1,700,000 أورو، لكن إذا ما نظرنا إلى موضوع أنه حتى أنه إصدار حكم وأنه نال عقوبته في بعض الأحيان، بعض الأشخاص حتى من إرهابيين ومتطرفين لم ينالوا إلى حد الآن أي عقوبة على كل الدمار والإرهاب الذي قاموا به، مثل هذه العقوبة إلى أي مدى هي اتعاظ أو ربما يمكن أن تشكل عقبة لمن لا يزال يقتل، من لا يزال إلى حد الآن يسلب الحضارة والآثار والإرث الحضاري؟ سيدتي، الإشكال القائم هنا في تنفيذ الحكم في حد ذاته. هل يمكن للهيئة المختصة في تنفيذ العقوبات أن تنفذ هذا الحكم والحكم وتصل إلى سحب هذا المبلغ المالي؟ إذا هذا هو الإشكال. إذا أنه مجرد لا يمكن تنفيذه ولا يمكن الوصول به إلى قمة العبرة، لا يمكن أن نقول أنه حكم فعلا صارم أو حكم يمكن تنفيذه بأسهل طرق. نعم، شكرا لك على هذه المداخلة معنا السيدة ماليا أبو زيد، أستاذة القانون ومتخصصة في قضايا الإرهاب من الجزائر العاصمة، كنت معنا عبر الهاتف.